اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. مباراه اخرى اقيمت ظهر اليوم، جمعت الجيش مع النصر، فاز فيها نادي النصر على الجيش بثلاث اهداف مقابل هدف. ايضا عندنا بعض الحالات المهمه اللي يجب ان احنا نعرضها على حضراتكم. طاقم تحكيم المباراه زي ما شايفينه حضراتكم بيتكون من طارق سامي الحكم الدولي، سامي هلهل حكم مساعد اول، خالد رمضان حكم مساعد ثاني، عماد عطا هو الحكم الرابع، ثم نادر أمر الدولة وهشام الفلال حكام إضافيين خلف المرمى. يعني شفت في أول المباراة حالة شفت فيها فاول اعتقدت أنه لصالح المدافع لكن لقيته لصالح المهاجم. لما تشوف الحالة أكثر من مرة أنا مش عارف الفاول لمين وعلى مين، حالة غريبة شوية. أو زي ما شفت حضراتكم مفيش يعني اتحسبت بقى على الكرة جت في إيديه تحت، لكن اما وقف الكره بايده هنا هم اعتبروا انه ملوش فاول. وبالتالي برضو نصيحه بنقدمها للاعبين، مش مجرد انك يعني مش مجرد انك توقف الكره بايدك، صعب كده انه صعب ان ده يبقى مش متعمد. الحقيقه صعب انه مش ما يبقاش متعمد، ده اليد نفسها اللي هي فيها الخمس صوابع ودي مش هتروح هنا الا اذا كانت متعمده طبعا. فبالتالي ما تستعجلش قرار الحكم وانتظر. والغرابه فيها انه اللاعب وقف الكره بايده لانه متعود انه الحكم هيحسب له او مستني الحكم يحسب له فاول لصالحه، ولكن حسبت لمسه يد. هنروح لحاله تسلل مهمه جدا عند سامي هلهل. هنشوف لحظه لعب الكره، لا انا عايز لحظه لعب الكره، هي لحظه اللمس الاولى. لحظه لعب الكره بصوا حضراتكم بقى، لا ارجع، ايوه ماشي عظيمه. اوكي، هي دي الحالات حضراتكم اللي انت شايف اني جزء من الجسم اللي سابق. لو انت الامور عندك فيها شك زينا كده، عين سامي هلهل هنا الحقيقه متمركز بشكل رائع، ولكن انا شايف الشراب الكحلي هو اللي قريب من الخط المرمى، او خليه من خط منطقه الجزاء ده. ما خط منطقه الجزاء ده موازي لخط المرمى، يعني هنا الحسابات بالنسبه لك مش هتحسبها مع خط المرمى، هتحسبها مع خط منطقه الجزاء، هتبقى سهلة بالنسبة لك. لو عندك شك خلي اللعب يمشي يا جماعة. هو ده التميز بالنسبة للحكم المساعد، لو في وضوح. جسم اللاعب الأزرق لو قارنت بين الدماغين هتلاقي اللابس أحمر دماغه هي الأقرب. طب لو قارنت بين الرجلين هتلاقي رجلين الأزرق هي الأقرب. هي دي حالات الشك. كنت أتمنى أو كنا هنحيي الحكم المساعد الحقيقة لو مثل هذه الحالات تم استمرار اللعب فيها. نروح لحالة ركلة الجزاء، وادي الدفع اهو. حد بقى يقول لي ده التحام طبيعي؟ اولا خلينا نتكلم الاول عن اجتهاد الحكم في الوصول للمكان اللي خليه يشوف اللي احنا شفناه ده. اهو ادي الدفع اهو. فين اهو بص حضراتكم، في واحد وقع يا جماعة، والوقوع ده السبب فيه ثلاث حاجات، يا اما السبب فيه احتكاك طبيعي حصل من اجل التنافس على الكورة، يا اما اذا هو سيطر على الكوره وهو خد الكوره وكان تسبب في المدافع يبقى نحاسب المدافع، يا اما اذا كان هو اللي اسقط نفسه او استغل تلامس او هو اللي سبب في التلامس يبقى نحاسبه هو. لازم يكون في حساب لواحد من الاثنين في الحاله اللي احنا شايفينها قدامنا. الدفع ما هو الايد اهي والدفع موجود، قرار الحكم صحيح. هرجع بس للزاويه او للقطه الاصليه عشان اوريك الحكم عشان يوصل للقرار ده لازم يروح فين، وده اللي عمله طارق سامي. بصوا حضراتكم الاول اللقطه الاولانيه كان، ارجع شويه لورا عظيمه من اللقطه دي ايوه بصوا كان فين، كان هنا. هو هنا لو فضل يحاول يقرب وراهم مش هيشوف. لما ابتدت الكوره يلا اهو ابتدت الكوره اهو بصوا حضراتكم راح جاي ناحيه الشمال، ضحى بالمسافه بقى، مش مهم هنا المسافه، اهو المسافه هنا مش هتنفعني، القرب مش هينفعني، لكن زاويه الرؤيه هي اللي هتنفعني. قرار صحيح وركله الجزاء صحيح. نخلينا عند الحكم المساعد الثاني وحال التسلل ونشوف لحظة لعب الكورة في المرة الأولى. يلا أهو اللاعب متقدم عن أهو، لا وعندي لحظة لعب الكورة بعد، عندي لحظة لعب الكورة كمان 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 كمان. يلا اديني لحظة لعب الكورة اللي هي خليها تطلع بقى سنة كمان عشان احنا هنا مش أيوه دي خليها تطلع. اذا اللاعب هنا متقدم بجزء من جسمه وبالتالي قرار صحيح من الحكم المساعد.
هنروح على فاول وانذار للتهور. انا هنا بس عايز اشرح مبدا قانوني اهو. بصوا حضراتكم، ادي طريقه الدخول بتاعت لاعب النصر اهو، اللي هو انا بس عايز ابرأ لاعب الجيش الاولي، لان هو رايح للكوره. هو هنا في لقطتين، اللقطه الاولى واحد راح يلعب الكوره، وراح يلعب الكوره بطريقه طبيعيه. لو ما جاش اللاعب اللي جه من ناحيه الشمال ده لاعب النصر، كان خلاص الكوره هتتلعب من واحد من الاثنين، يا هو يا المنافس اللي قدامه. التدخل اللي حصل بقى من لاعب النصر ده اللي هو ده بقى اللي يحاسب عليه التهور بهذا الشكل. المبدا بقى اللي عايز اشرحه حضراتكم، وقعوا الاثنين مصابين، ودي اللقطه هنوريها لحضراتكم. وقعوا الاثنين مصابين، اللاعب رقم 24 ده هيحصل على انذار. اذا اللاعب رقم 25 من الجيش من حقه ما يخرجش، يتعالج في الملعب. طيب اللاعب رقم 25، اللاعب بقى اللي هو عمل الفاول نفسه ده، لازم يطلع يتعالج بره. طارق مذاكر كويس، طبق كويس القاعده دي، هتلاقوا هنا انه لاعب الجيش استمر في الملعب ما خرجش، ولكن لاعب النصر اللي هو ارتكب المخالفة هو بقى اللي فرقته تنقص، لأنه هو اللي ارتكب المخالفة بتهور، وهو اللي عوقب بالإنذار. مش عارف الصورة هتجيلنا ولا لا، وهو خارج أو لاعب النصر هيجيبوها لك أهو. هو لاعب الجيش قام أهو، تمام، وهتلاقي أيوة اللاعب قايم أهو، وبعدين الحكم هيقول له إيه الإنذار أهو، ويطلع بقى إيه بره، وما تنزلش إلا مع استئناف اللعب. طيب هنروح لحالة إنذار، وخلينا نشوفها. هو بيشاور له الحكم المساعد الأول سامي هلهل على الكارت الأصفر على الجيب الشمال بتاع القميص بتاعه، وده اللي معروف يعني إشارة متعارف عليها الحقيقة أهو. يعني هنا في هذه الحالة تمام، الكرة موجودة ولكن الحقيقة خلينا نصنفها بالمصطلح المصري اللي هو بيقول أقصى درجات التهور، ولولا ستر ربنا لاعب النصر قدر يخرج بجسمه برجليه، وإلا كانت هتكون هناك إصابة جسيمة في الحالات. همشي مع قرار الحكم، هأيد قرار الحكم، ولو كان ادى، بصوا حضراتكم بقى لما نزل على القدم دي، ولو كان ادى الكارت الأحمر كنت برضه هأيد قرار الحكم فيها. الحقيقة هو القرار جاله هنا باستخدام البطاقة. بصوا حضراتكم خد رجليه ونزل قعد عليها، دي تكسر الرجلين، دي تكسر الانكل، تكسر الكاحل، كل الاسماء نستخدمها، ولكن هنا ستر ربنا هو اللي خلى لاعب النصر يقدر يشيل رجليه ويفلت من الحقيقه اصابه جسيمه. ولو كان هناك كارت احمر كنا سنتفق مع حكم المباراه. دقيقه 80 هنشوف هنا حاله تسلل عند الحكم المساعد التاني، نشوفها مع بعض. ادي لحظه، لا عايز لحظه لعب الكوره كمان لسه، دي مش لحظه لعب الكوره، لحظه لعب الكوره هي لحظه اللمس. كل ده الكوره طلعت، لا ارجع كمان، كل ده الكوره طلعت، ايوه بس هي دي. طبعا هنا برضو قلت لحضراتكم النهارده عندنا حالات كتير جدا. بص على الارض، على الارض مدافع النصر مغطي الحقيقه، وحتى ميل مدافع النصر اللي قدام ده مخليه هو اللي مغطي التسلل. هنا هي التسلل غير صحيح، وكان يجب على الحكم المساعد أن يترك اللعب يستمر.